وصلنا لمحطتنا الختامية نور. أكيد سلمى، بننتقل من عالم السياسة لعالم الفن، وجهات نظر فنية مختلفة اجتمعت في مكان وزمان واحد ضمن ملتقى عين الشرق للتصوير الزيتي، وبين لوحات زيتية عكست رؤية مبدعيها ومنحوتات حملت بصمة فنانين بتجربة فنية فريدة رح نتعرف عليها أكثر مع الفنانة التشكيلية نهى جبارة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. يا هلا، يسعد صباحك. يعني رح نبلش مع حضرتك من طبعا ملتقى عين الشرق للتصوير الزيتي، ضم عدد من الفنانين، خلينا نتعرف أكثر عن هذا الملتقى، إمتى أقيم، مين شارك فيه، وشوية تفاصيل. أول شيء أنا بحب أشكر الناس يلي دعونا لهذا الملتقى، هن أشخاص سوريين أكيد بيحبوا سوريا، بيحبوا الفن، بيدعموا الفنانين، بلفتة حلوة كتير منهم دعوا مجموعة من الفنانين بحدود 24-25 فنان لمنطقة سورية جميلة جدا لنقيم هذا الملتقى. الناس بيعنوا بالفن، بيهتموا فيه، بيدعموه دائما بشكل مستمر، من ضمنهم مركز جبارة التخصصية اللي هو اللي كان قائم بكل الأعمال لإنتاج هذا الملتقى ولإظهاره بالشكل الأمثل. الملتقى كان بوادي انديل باللاذقية بمنتج على البلاج، فكان مجموعة كتير منتقى من الفنانين، من خيرة الفنانين السوريين، طبعا كلهم أخيار، ولكن كان هيك حاولوا القيمين على الملتقى انه يختاروا مجموعة فنانين من كل الأجيال، الأجيال الكبيرة والوسط والشباب، تجربة جديدة، وعملوا جو جميل جدا جدا. حتى المسؤول عن الملتقى والداعم لهذا كان مرافقنا كل فترة الملتقى، وكان عايش معنا حتى بجو الفنانين، مع انه هو بعيد، يعني هو طبيب اسنان وجراح وهيك، ولكن عاش معنا نحن كفنانين، وكان الجو كان بيتميز بالالفة بالمحبة، انتج اعمال مذهلة جدا جدا. هذا بيحكي عنه مضمون الملتقى شو كان هو؟ في مثل ما قلتي كوكبة من الفنانين ضمن هاي الملتقى، والروح الجميلة انعكست من خلال هاي المشاركة. شو تضمن الملتقى والمشاركة لكم؟ هلا الملتقى تضمن انه كل فنان بيقدم عمل من اعماله، سواء كان عمل نحتي او عمل تصوير ذاتي. اغلب الفنانين استقوا من البيئه يلي هن انوجدوا فيها. كانت يعني مناظر جميله جدا، خلابه جدا، اعطت للفنان رؤيه جماليه كثير حلوه دونها على لوحاته. حتى النحاتين كثير منهم اخذوا من البحر وحوريه البحر وسمكه البحر، في منهم حتى يعني علما انه النحت بيضل فتره اطول لحتى تنجزي عمل فني، ولكن في بعض النحاتين كانوا من كثر ما كانوا سعيدين بهاللمه الحلوه انجزوا اكثر من عمل، وهذا الشيء كان يعني مبهر بالنسبه للجميع اللي كانوا متواجدين فيه. نعم. طيب 24 فنان تقريبا وفنانه، رقم مانو ابدا سهل طبعا، وحاله طبعا فريده نشرتوها بوادي انديل اللي هو اصلا لوحه فنيه من الطبيعه من الخالق. خلينا نحكي عن الاعمال اللي شاركتي فيها حضرتك. هلا انا بالاعمال اللي شاركت فيها هي انا بشتغل على البورتري بشكل عام، على التاثيرات والخلجات الداخليه للانسان، بيعطينا دائما انه انا بشتغل بورتري لانه في عندنا وجوه كثير في الحياه، بس تخلص الوجوه بيخلص البورتري، فدائما كنت الحالات يلي بتظهر فيها الانسان بين السعاده وبين الحزن، بين الفرح، بين حتى كيف بتضوي علي الاضاءه الشمس، يعني هذه المعالجه اللي انا بالعموم بعالجها. بس انا كنت اكثر حابه احكي عن الملتقى، يعني هو كملتقى كحاله فريده انه تتكرر هي الحاله لاشخاص ممكن يكونوا داعمين للفنانين. قصدك من خلال الرعايه؟ من خلال الرعايه للفن يكون طبعا. في ناس إلى دور بالمجتمع المحلي والأهلي تكون مشاركة وداعمة أساسية تماما، لأنه هو كان متميز بهي النقطة، يعني قليلا نشوف ملتقيات تدعمها شخص خاصين أو إيه، يعني بتلاقي أغلب الناس توجه لنحو التجاري لحتى بتحس حالها أنه ما تخسر مصريات. هون عم تلاقي الموضوع مختلف، لنرعى مواهب فنية مختلفة، وقديش بتنعكس يمكن إيجابيا عليكم أنتم كفنانين. نحن هو هذا السبب اللي انعكس على الفنانين وأبدعوا بإنتاج أعمالهم،
الله حتشوفوه بالمعرض اللي حيقام في مركز جبارة يلي هن دعموا الملتقى، فحيكون قريبا جدا وعم نعمل تحضيرات له، معرض للأعمال اللي أنتجت بهذا الملتقى. وممكن يضيف الفنان عمل ثاني يعبر عن شغله خارج يعني بالمرسم أو بمنحوته أو بمحترفه. فهي نقطة يعني بالنسبة لنا نحن بدنا يعني نضوي عليها لحتى دائما يكون في أشخاص يدعمونا بهي الطريقة الجميلة جدا واللي عملت تأثير كتير كتير حلو بالوسط تبعنا. أكيد يعني من خلال وجودك اليوم وعرضنا هاي الفكرة بحد ذاتها والحديث عن الملتقى، بنتمنى كل مين عنده حب للفن وعينه فنية أنه يتوجه لرعاية الفنانين السوريين. يعني مثل ما قلتي كان في نحاتين وكان في أيضا رسامين تماما. وجود طبعا عدد كبير من الفنانين بيحفز الفنان نفسه، غير لما بيكون هو لوحده عم يشتغل بقلب الطبيعة، لا لما بيكون في فنانين آخرين. قد ايه استفدتوا من تجارب بعض، حفزتوا بعض؟ هلا هي بالملتقيات عادة بيصير الإنسان بياخذ من خبرة الشخص اللي قدامه، بيصير يتناقش معه، بيصير في حوارية مباشرة قدام الكل. فهي هي الحوارية وهذا النقاش بيعطي كثير دفع للفنانين، بيعطي الرؤية اللي بيكون قاعد لحاله محترف وعم يشتغل، فما بيشوف الأخطاء اللي بيوقع فيها أو التكرار اللي بيكون عنده بشكل دائم. وقت بنلتقى وبنتناقش وبنحكي، وخاصة لما بيكون في أجيال من رواد الفن وأجيال لسه تجربتهم جديدة وبيناتهم، فهي القصة عملت كثير نوع من المحبة بيناتهم، صار في أخذوا يعني استفادة من خبرات الكبار، الصغار كمان تجاوبوا معنا، فعملوا نوع من إنه بتحسي عيلة واحدة، كله صار بده يشتغل أكثر من اللي كان مقرر إنه يشتغله. وفي كثير فنانين أعطوا 3 أعمال يعني، وهذا كان شيء خلال يومين كثير شغلة مبدعة يعني، وكثير شغلة مذهلة بالنسبة لكثير فنانين. نتشكرك الفنانة التشكيلية نهى جبارة على وجودك معنا، إن شاء الله بنستضيفك أيضا بالمعرض القادم لنحكي عن المشاركة الكبيرة لكم. شكرا كثير لك. تسلمي، شكرا كثير لكم، أهلا وسهلا. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا.